إنها ثورة 10 تشرين، إنها ثورة على الذات، مصالحة، مسامحة، مصافحة، هي شعارات ثورة رامي علي. عشرات الشباب أو الثائرين كما سموا أنفسهم نزلوا إلى وسط بيروت رافعين العلم اللبناني، يعبرون، يرفعون الصوت، يطالبون ويثورون، وسلسلة مقترحات لتعديل مواد في الدستور اللبناني علت المكان. بصدق وبصراحة، وراح نشاركها معكم، لأن الصدق والصراحة بتنجح الثورة ولو بعد حين. وفي شعور تاني هو إرادة قوية وصلبة تفلق الصخر. كل يثور على طريقته، ورامي علي أعلن ثورته.